بعروض مبهرة للجماهير وبهدف نشر فنون السيرك وترسيخها حتى تصبح كبقية الفنون الأخرى، احتضنت العاصمة التونسية المهرجان الدولي لفن سيرك الشارع الذي يمتد إلى 6 محافظات مختلفة. ويشارك في هذا المهرجان فنانون استعراضيون من مختلف دول العالم لتقديم عروض فنية في الساحات، حيث سيكون لهم تواصل مباشر مع الجمهور من مختلف الأعمار. التظاهرة هذه تظاهرة انطلقت من 2018، هذه الدولة الرابعة، وسيرك الشارع هو فن موجود في العالم كله، في بلادنا زاد موجود من الألفينات، انطلق في تونس مع المدرسة الوطنية لفن السيرك. الفن هذا فن معاصر موجود في العالم كله، يلغي ثقافة الخيمة والحيوانات في السيرك، يعتمد على الفرجة والممثل في فوق الركح اللي هو فنان سيرك. البهلوانيون والمهرجون وقارعو الطبول والمدربون على المشي فوق الحبال قاموا بعروض إبهارية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة قبالة المسرح البلدي. المشاركين باش يكونوا من تشيلي، من كولومبيا، من السويد، من أوروغواي، فما عروض باش يدوروا تونس، منوبة، بن عروس، سوسة، زغوان والكيف، من 24 29 جوان 2021. باش نحاولوا نعملوا تنظيم بالكدايه، خاصة انه اهم حاجة عنا توا هي البروتوكول الصحي، فنحاولوا ننجحوا المهرجان نتاعنا على اقصى ما نجموا، هذا الكل باش ننجحوا الدورة الرابعة، لانه عنا نظرة اخرى انه نكونوا العام الجاي مثلا في اكثر ولايات، انه نحب يكون مهرجان وطني، مهرجان دولي وطني يدور البلدان الولايات الكل. وتأسس هذا المهرجان سنة 2018، ولم يمنع تفشي جائحة كورونا بالبلاد من تنظيم دورته الثالثة العام الماضي، وكذلك دورته الحالية التي تجري وسط تدابير احترازية مشددة.